عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى محل امتحان محافظة الفيوم، بيج 135 135. listen and choose the correct answer from A B C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A و B و C و D. number 1 how many animals are there in Egypt، يعني كم عدد الحيوانات الموجودة في مصر، many الكثير أو العديد من الحيوانات. خلال نص الاستماع السؤال number 2 Who wants to help this animal؟ طبعا بقول لي من يريد مساعدة هذه الحيوانات. Some organizations، طبعا بعض المنظمات. Some organizations، بعض المنظمات، ده من خلال نص الاستماع. سؤال نمبر 3 How can we help this organization؟ كيف يمكننا أن نساعد هذه المنظمات؟ طبعا protect nature، اللي هي حماية أو نحمي الطبيعة. سؤال نمبر 4 بيقول لي what will happen to the animals which are in danger، ماذا سيحدث للحيوانات المعرضة للخطر. space if we don't help them، لو ما ساعدناهمش they will die، سوف يموتون. دي قاعدة اف طبعا. عندي هنا طبعا مضارع بسيط، اف مضارع بسيط، الناحية التانية اقول المصدر. يبقى انا عندي هنا ماذا سيحدث للحيوانات المعرضة للخطر، يبقى ايه؟ طبعا they will die، هيموتوا لو هم ايه if we don't help them، يعني هيموتوا لو احنا طبعا اذا لم نساعدهم خلال نص الاستماع. بعد كده عندي المحادثه between عندي حمزه وعمران. حمزه and عمران are planning what to do next Saturday. قول لي حمزه وعمران يخططان لما سيفعلانه طبعا في next Saturday العطله، او next Saturday السبت القادم. طبعا هنا قال له عمران، قال له what shall we do، what shall we do on Saturday، ماذا سنفعل يوم السبت. فطبعا قال له حاجة، قال له I am not sure، أنا لست متأكدا. فقال له rock climbing is quite dangerous، إلى حد ما خطيرة. I'd rather do، أنا أود القيام بالـ different activity، يعني نشاط مختلف. فهيقول له هنا مثلا ممكن يقول له اقتراح، ما أنا بنقترح عليك، أنا أقول له what about rock climbing، وماذا عن تسلق الصخور. وممكن نقول let's go rock climbing، هيا نذهب لتسلق الصخور. أي الاثنين ده طبعا سؤال اقتراح، ممكن نقول let's go rock climbing، let's go rock climbing، هيا نذهب إلى تسلق الصخور. أو what about rock climbing، وماذا عن تسلق الجبل. فيقول له I am not sure، أنا لست متأكدا. rock climbing is quite dangerous، I'd rather do a different، لست متأكدا، تسلق الصخور خطير جدا، فضل القيام بنشاط مختلف. فبعد كده طبعا حمزه قال له اوكي حسنا. فيقول له حاجه، قال له اي دونت نو، لا اعرف، اي ام نوت فيري تول، انا مش طويل. يبقى بيتكلم عن الباسكت بول برضه، هيقترح عليه حاجه ثانيه. فيقول له ليتس بلاي باسكت بول، هيا نذهب او هيا نلعب باسكت بول. يا اما يقول له وات اباوت بلاينج باسكت بول، وماذا عن لعب باسكت بول، وماذا عن ايه؟ طبعا هيقترح عليه وماذا عن لعب باسكت بول كره السله. فيقول له اي دونت نو، I am not very tall، أنا لست طويل القامة. يبقى هنا أي يكون من دول أي سؤال من دول يكون صحيح. Let's play basketball، هيا نلعب كرة سلة. أو ممكن يقول له what about playing basketball. فطبعا حمزة قال له okay not rock climbing، لا تسلق الصخور or basketball ولا ولا إيه ولا كرة سلة. I know، أعرف. فسأله سؤال فقال له great idea، عذرا طبعا جبت عليها، فكرة ايديا، فكرة رائعة او عظيمة. فيقول له لماذا لا نلعب مثلا تنس، why don't we play tennis، why don't we play tennis، لماذا لا نلعب تنس. فيقول له good idea، فكرة كويسة. I always، انا دائما، enjoy، بستمتع playing، بلعب الايه، لعب التنس. طبعا حمزة قال له where are you going to meet، اين سنتقابل، هنتقابل فين. هيقول له at the club، في النادي. فقال له اوكي I will be there، سوف اكون هناك. بيج 136 136 بيقول لي read the following and answer the question، اقرا التالي واجب على الاسئله. The oldest museum in Cairo opened in 1835، اقدم متحف في القاهره افتتح في 1800 in 1835 من 1835. There were more than 160,000 of Egypt's most valuable treasures on display، كمان كان معروض فيه حوالي 160,000 من أثمن الكنوز في المعرض. However، ومع ذلك the museum didn't have space for 100,000 other objects، كمان إن هو لم يكن لدى المتحف مساحة لقطع 100,000 قطعة أخرى. بقول لي كمان in 2002
2002 في 2002 there was a competition كان في مسابقة to design a bigger and more modern museum كان في مسابقة لتصميم متحف أكبر وأكثر حداثة. The competition had 1575 designs حوالي كان فيها 1575 تصميم from more than 80 different countries تصميم أكثر من 80 دولة مختلفة من حول العالم. بعد كده بيقول لي the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير GEM welcomed its visitors in 2019 يعني استقبل أول زواره في 2019. وكمان بيقول لي it's further from the city center than the oldest museum ويبعد عن وسط المدينة من المتحف القديم ولكن على بعد كام but only 2 كيلومتر فقط from the pyramids of Giza من أهرامات الجيزة. It has more space for valuable objects وكمان لديه مساحة أكبر للأشياء الثمينة. More people can see them and it's able to look after the objects really well. واللي كمان يمكن للمزيد من الناس رؤيتهم وهم قادرين على العناية أو الاهتمام بطبعا the objects really well بالأشياء بشكل كويس أو بشكل جيد. بعد كده answer the following question. What is the passage about؟ عن ماذا تدور القطعة؟ The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير. So number two, why do you think we build the Grand Egyptian Museum؟ في اعتقادك احنا بنبني المتحف المصري الكبير؟ طبعا الإجابة عندي number two, it has لأن به more space for valuable objects لأن فيه المزيد أو الكثير أو لديه مساحة أكبر للأشياء الثمينة لأن به مساحة أكبر more space for valuable objects لأن به أو لديه مساحة أكبر للأشياء الثمينة بإجابة رقم 2. سؤال نمبر 3 what does the underlying pronoun it refers to تشير طبعا it refers to the Egyptian the Grand Egyptian Museum يشير إلى المتحف المصري الكبير. بعد كده عندي بيقول لي the word further اللي هي كلمة further اللي هي أبعد وعكس كلمة nearer أقرب. سؤال نمبر 5 the underlying valuable اللي هي قيم لو important مهم expensive يعني غالي الثمن أو باهظ cheap رخيص harmful ضار. Number 6 the museum is placed to keep space on display في المعرض يبقى هنا treasures للكنوز اللي هي حفظ الكنوز on display للعرض. بعد كده عندي بيقول لي number choose the correct answer from ABC or D the تحيا مصر bridge كوبري تحيا مصر أو جسر تحيا مصر is the widest suspension اللي هو معلق bridge in the world في العالم يبقى كوبري تحيا مصر هو أعرض كوبري معلق في العالم. سؤال نمبر 2 space means old يعني بيكون قديم or not modern مش حديث ده معناه طبعا traditional تقليدي. نمبر 3 which sport is space هنا طبعا هنا الجملة انتهت يبقى ناخد على طول better هنا which is sport is better أي رياضة بتكون أفضل هنا الجملة انتهت ناخد على طول الصفة زي الER يبقى هنا which sport is better أيهما يكون أفضل football or tennis هنا في مقارنة طبعا بين football وبين الايه وبين التنس على طول يبقى better football or tennis أي رياضة بتكون أفضل كرة القدم أم التنس. وكده visual 137 137 number 4 expensive car seats are made of space مقاعد السيارات غالية الثمن مصنوعة من الجلد اللي هي الليذر الجلد الإجابة الصحيحة. So number 5 some houses fell to the ground after the space بيقول لي ان بعض المنازل سقطت طبعا على الارض بعد الايرثكويك زلزال. So number 6 the pizza was really good space it wasn't expensive لم تكن غالية الثمن او باهظة الثمن في تناقض ادي نفي وفي هنا اثبات يبقى بايه بالزو بالرغم يبقى البيتزا كانت حقا رائعة جدا بالرغم اني لم تكن غالية الثمن it wasn't expensive. بعد كده السؤال number 7 a space is an empty space in something بيقول لي اللي هو فضاء فارغ في شيء ما فضاء فارغ في شيء ما يبقى عندي هنا مين الهول اللي هو الثقب او الحفره. السؤال نمبر 8 a space is a poisonous يعني سام شيء ده بيكون سام اللي هو جيلي فيش اللي هو قنديل البحر. السؤال نمبر 9 space means able to cause harm الشيء ده بيكون قادر على ايه قادر على ان يسبب الضرر يبقى هنا dangerous خطير اما عندي cheap رخيص polite مؤدب safe امن. نمبر 10 space use space take water تاخد الميه when you go to the desert لما تروح للصحراء يبقى يجب عليك انك تاخد ميه معاك لما تروح الصحراء must.
بعد كده تصحيح الخطأ، sugar is طبعا worse، عايز هنا طبعا صيغة المقارنة bad، يبقى هنا worse، يبقى sugar is worse، بيكون أسوأ for you لك than من الايه الفروت، مقارنة بينهم الاثنين. number 2 what، وهنا طبعا نعكس على طول، وأداة استفهام فعل مساعد ودي الفاعل، what should I do، ماذا ينبغي علي أن أفعل، do to make a sandwich، لعمل sandwich أو شطيرة من الساندويتش. سؤال نمبر 3 if my father gets a new job، لو ولد لو والدي او بابا يعني حصل على وظيفه جديده، يبقى هنا محتاج will والمصدر، يبقى will move to Cairo، سوف انتقل الى القائله الى القاهره، طبعا قاعده if مضارع بسيط، الناحيه الثانيه will مصدر. بعد كده السؤال نمبر 4 ياسر lifted the box by طبعا himself بنفسه، يبقى ياسر رفع الصندوق by himself بنفسه. ده ضمير منعكس يعود على الفاعل، يؤكد أن الفاعل قد أدى العمل بنفسه دون تدخل من أحد. كده كنا صنعت الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.